السلام عليكم، معكم اخوكم محمد كريم، وفي هذا الفيديو حوريكم كم نوع من انواع اسطح المكتب على لينكس. فخلونا نبدا. وزي ما شايفين معايا اول نوع من اسطح المكتب اللي هو KDE بلازما، اللي شكله جدا قريب من ويندوز 11 او ويندوز 10. حتى كمان يعني في له صفحه تبدا زي ما شايفين فيها كل شيء، مثلا تقدر تبحث هنا. وكمان الشيء اللي جدا حلو في KDE بلازما، اذا تضغط يمين على سطح المكتب تقدر تروح تضيف الويدجت. يعني تذكروا ايام يعني مثلا ويندوز 7، في الاشياء دي تقدر تحطها لي الويدجت، تقدر تحط يعني مثلا باينري كلوك اللي هو مثلا بالصفر والواحد، يعني الساعة تكون. فاذا انت تفهم ده شيء انت فنان عاد، انا ماني زيك زي كذا. وكمان تقدر يعني تشوف اشياء جدا كثيرة، مثلا زي مثلا الكل كور في المعالج حقك يعني قديش بيستهلك، تقدر تشوف هنا كمان. وكمان تقدر تحط مثلا يعني زر اطفاء يعني او لوج اوت. وكمان تقدر تحط يعني مثلا اشياء جدا كثيره، زي مثلا سيستم هاردوير مونيتور او سيستم مونيتور. زي ما شايفين ما ادري ليش جايب الاسود، شكله ما في شيء الان شغال. مثلا هذا المعالج بالكامل يعني ايش مستخدم، زي ما شايفين توتال سي بي يو باور. وكمان ما ادري ليش الفونت شكله عندي مو تمام، يبغى لي اضبطه. والشيء اللي دائما يعني الناس يحبوه انه يحطوا مثلا يعني الويذر حقهم، فخلوني احط المدينه حقتي يمكن. زي ما شايفين الخط ما ادري ايش بقى عندي. فزي ما شايفين جايب لي يعني الويذر حقي او الطقس حقي. زي ما شايفين تقدر يعني تضغط يعني تقدر تعدل فيها، مثلا يعني تقدر تخش كونفيجر كيف تخلي الابيرنس، تبغى تشوف درجه الحراره يعني مثلا جنب هذا، يعني مثلا زي ما شايفين جاي درجه الحراره هنا بسايد ايكون ويدجت. تقدر تغير اشياء جدا كثيره، يعني حتى الالوان ممكن هنا تقدر تغيرها اذا ما خاب ظني. نقدر نخش عليه، تقدر تغير اشياء جدا كثيره، يعني مثلا شايف حتى الابيرنس على المظن، تقدر تغير اللون والسنسر كمان ايش تبغى، اي سنسر شايفين هنا كمان. فهذه الاشياء يعني الجميله في KDE بلازما. وقبل لا اقفل على KDE بلازما، الشيء جدا سهل فيه انك تقدر تحمل ثيم يعني لسطح المكتب بالكامل. فمثلا خلي اوريكم، تيجي هنا على appearance، بعدين تروح على global theme. وزي ما شايفين هنا تقدر تروح على get new theme. زي ما شايفين معايا هنا انا محمل ويندوز 11 وغيرها كم ثيم ثاني. وزي ما شايفين هنا تقدر يعني تختار الثيمات يعني الموجودة، جدا كثيرة ثيمات كلها يعني ممكن، يعني اكيد حتلاقي شيء يعجبك. في شيء للماك، في شيء للويندوز زي ما شايفين، زي ما وريتكم انا محمله. شايفين هنا هذا الماك يخلي لك شكله تقريبا زي الماك 100%. زي ما شايفين هذا الصورة، يعني كيف الشكل، هذا مو ماك، هذا نفسه KDE بلازما. فهذا شيء جدا حلو في KDE، جدا سهل تحميل الثيمات وكيف تشتغل مثلا. فزي ما شايفين هنا تقدر تضغط انستول ويحمل لك هو واشتغل الثيم، ويعني ما تتعب انت يعني تروح تحمل ثيمات وكذا، لا هو يسوي لك كل شيء. وخلونا نقفل دحين على KDE بلازما ونروح على سينامن ديسكتوب اللي مستخدم اكثر شيء في لينكس مينت. خلونا اوريكم. زي ما شايفين هذا معانا ديسكتوب سينامن اللي مستخدم في لينكس مينت، توزيعة لينكس مينت. فزي ما شايفين هو كمان نفس الشكل يعني زي ويندوز، اكثر شيء 7 ويندوز 7 اكثر مما يعني ويندوز 11 او ويندوز 10 على قولهم. فزي ما شايفين زي ويندوز يعني 7 كانت هنا الاعدادات وهنا البرامج والاشياء يعني حقتها. زي ما شايفين هنا الاوفيس مثلا، تقدر تشوف الاوفيس هنا والاعدادات كمان لو ندخل عليها. هو مو زي مثلا يعني مثلا KDE تقدر تخصص كل شيء، ولكن في يعني تقدر تخصص اشياء كثير. فنجي على الثيمز مثلا، فزي ما شايفين نقدر يعني مثلا نغير الشكل حق النظام حقنا. مثلا الاشياء اللي فوق هنا نقدر نخليها بالشكل الاسود، والايقونات نقدر نخليها بشكل غير، او حتى اذا كمان تحمل ايقونات انت حتظهر لك هنا. ولكن انا مثلا بختار، خلي نختار الازرق مثلا، مع انه الاخضر حقهم مره حلو فخليه على الاخضر. وكمان نطلع هنا نختار الازارير يعني شكلها كيف حيكون. فنقدر نختار مثلا الازرق هذا، ولكن حيكون شكله برضو مو حلو. نختار الاخضر حقهم حيكون احلى. فزي ما شايفين بتغير الشيء معانا، تقدر تشوف 100% يعني الان ايش حيصير شكل الكمبيوتر. مو لازم يعني تروح تطفي الكمبيوتر وتشغله وتشوف يعني مثلا ايش صار وايش ما صار، فقدامك بصير التغيير. زي ما شايفين بغير حتى الماوس يعني شكله كيف حيكون. وكمان يعني هنا نجي للديسكتوب يعني كيف شكله حيكون.
فزي ما شايفين هنا الاشكال كلها. هنا سينمين شكله يعني لو تحمل سينمين على اي نظام ثاني حيكون شكله زي كذا، ولكن لينكس مينت حاطين شويه ثيم عليه، فزي ما شايفين يعني شويه احلى. وكمان تقدر تغير يعني تخليه الشكل اللي انت تبغاه، فهذا الشيء الحلو في لينكس، يعني تقدر تخصص الشيء بالطريقه اللي انت تبغاها. ودائما انصح الناس انهم يستخدموا لينكس مينت او كوبونتو اللي هو يستخدم KDE، لانه جدا سهل لاي شخص جاي من ويندوز. ويعني سينمين اشوفه انا جدا سريع وجدا يعني سهل الاستخدام اكثر من KDE. KDE احسه شويه ثقيل، ولكن سينمين جدا سريع وشكله كمان جدا جميل، يعني شكله مره يعني يعجبني مره، يعني ما اقدر يعني ضعحان دائما انا يعني اغير من سينمين وارجع لKDE زي كذا. فسينمين شكله جدا جميل. فبعد ما هرجنا عن سينمين وKDE خلونا نحول لXFCE، ولان زي ما شايفين معانا هذا هو XFCE، وهو شيء جدا يعني شكله ما حيكون عن طريق ال... وهذا زي ما شايفين معانا هذا هو XFCE، وهذا يعني ما حيكون شكله يعني لما انت تحمله على اي نظام، الا اذا كان يعني مثلا انت بتحمل منجارو حيكون نفسه شكله زي كذا، لانه هذا الثيم هم منجارو مسوينه. انا محمل نظام منجارو عشان كذا، او توزيعة منجارو بلا صح. وXFCE يتميز بسرعته واستهلاكه القليل جدا للرام، فاذا لقيت اي توزيع او اي نظام لينكس يعني يستخدم XFCE هتعرف انه هذا النظام جدا سريع وجدا يعني خفيف على كمبيوترك. فاذا كان كمبيوترك ضعيف او قديم او لابتوبك قديم، استخدم XFCE او يعني نظام بXFCE. ومنجارو يعني مبني على ارش لينكس، ما يعني انصح لاي شخص يعني مثلا جديد على لينكس يحمل منجارو، لانه يعني يحتاج يعني شويه يعني واحد فاهم في لينكس. ولكن اوبونتو عندهم اكس اوبونتو على ما اظن، فحمل هذاك حيكون جدا خفيف عليك او لك يعني بالذات، يعني لانه كمبيوترك يعني ممكن يكون ضعيف. وهذا ما يعني انه اكس اوبونتو يعني حيكون نظام جدا قديم او لا حيكون شكله ممكن زي كذا او قريب من هذا، ويعني باخر البرامج واخر التحديثات اللي جات على اوبونتو. فحمل هذاك اذا كان كمبيوترك شوية ضعيف، واذا كنت يعني شوية في لينكس لك كم شهر تقدر يعني تحول على منجارو وتاخذ XFCE، حيكون شكله جدا جميل وجدا سريع. والان خلونا نروح لجنوم، والان زي ما شايفين معايا هذا هو جنوم، شكله قريب بشكل كبير جدا من ماك او اس. فزي ما شايفين يعني كمان حتى ينفع للابتوبات اللي بلمس كمان، يعني الاشياء يعني جدا كبيرة تقدر تضغط عليها. فزي ما شايفين يعني الاشياء يعني حتى شكله يعني زي الاندرويد تقريبا، قريب من الاندرويد. فتقدر تشوف يعني كل شيء يعني شكله جدا جميل ومره مينيمال او مينيمالستيك على قولهم، او فلات كمان سطحي. يعني الايقونات جدا جميله، وحتى يعني تحت يعني الخيارات تلاقيها على شكل ايقونات بدل ما تكون كلمات، احس شكلها يكون كذا احلى بشكل كبير يعني. وشيء يعني جدا غريب يعني ما في زر تكبير، لازم تضغط ضغطتين، ما تقدر تروح هنا وتضغط يعني علشان تكبر. فزي ما شايفين هذا هو الاعدادات عندنا معانا، فهذه الخلفيات هنا تقدر تغيرها، تقدر مثلا تشوف اشياء عن الكمبيوتر حقك، تيجي هنا على about، ولكن انا مشغله على virtual machine فما هو جايب شيء 100% او يعني المعالج مو باين، فيحسب هو زيون ولكن هو مو زيون، هو i5. وقلهم يعني الشيء حلو فيه له يعني برامجه يعني تشكل نفس الشكل تقريبا، ما هي مختلفة في الشكل بشكل كبير يعني. فمثلا لو تفك يعني فايل مانجر او مستكشف يعني الملفات او شيء زي كذا، زي ما شايفين شكله قريب من الاعدادات، يعني الاشياء نفسها يعني الخيارات تحت يعني ايقونات وكذا، هذا الشيء شكله جدا نظيف. وعشان كذا الناس اغلب شيء يعني يحبوا كمان جنوم، ويحبوا اكتر شيء كمان KDE، لانه جنوم يعني شيء جدا بسيط وشيء جدا حلو، وKDE يعطيك خيارات جدا كثيرة. فكل الناس يعني اغلبهم يا يختاروا جنوم يا يختاروا KDE، ولكن انا يعجبني الاثنين، بس اكتر شيء يعجبني سينمين ويعجبني بعدين KDE. فزي ما شايفين هنا هذا هو KDE معانا، وحتى كمان في فولدرز على شكل يعني اندرويد واي او اس، فتضغط عليها تفكر لك في شاشة كاملة. يعجبك ذا الشيء ما يعجبك ذا الشيء، هذا ذوقك انت، ولكن انا بوريك يعني انواع الاسطح المكتب اللي على لينكس. فزي ما شايفين هنا يعني لو نضغط فوق هنا مثلا خيارات الوايرلس او الواي فاي عندك، وهنا مثلا الاعدادات تقدر تضغط عليها، تقدر تقفل هذا يعني بتسوي لوك لي يعني زي تقفل الشاشة برقم سري، عشان يعني ممكن ما بتستخدم كمبيوتر دحين او اللابتوب، ينفع اكتر شيء لللابتوب. تقدر تطفي الكمبيوتر من هنا،
وكمان هنا يعني لو نضغط على التاريخ يطلع لك مثلا هنا الـ notifications أو الإشعارات، وهنا ما زي ما شايفين الكالندر معانا أو التقويم. فهذه الأشياء اللي يعني جدا جميلة في جنوم. حتى كمان هو يعني تتعلم على الاختصارات حقتهم حيكون جدا سريع لك. فهذا كان جنوم لكم، وخلونا نروح لشيء جدا غير الآن اللي هو الويندو مانجر، واللي هو أنا مسويه بنفسي على كيوتايل. فخلونا نروح ووريكم. وزي ما شايفين هذا كيوتايل، وهو مدير النوافذ، أو يعني مثلا النوافذ اللي هي مثلا برنامجك، فهو يدير هذه الأشياء. فكيف يعني يرتبها؟ فيعني غالبا يعني لما أنت تفتح يعني كمبيوتر النافذة حتكون صغيرة وفي النص يعني مثلا وفي الطرف، ولكن هذا مدير النوافذ إيش يسوي؟ إذا كانت يعني نافذة واحدة مثلا ترمينال، إذا كانت الوحدة هي في الشاشة حيخليها بالكامل، وإذا كانت مثلا في وحدة ثانية يعني فكيتها حيديها نص ونص، يعني هذه لها نص وهذه لها نص. وكل ما يعني تضيف نوافذ كل ما تكون يعني تاخذ النص في الجهة الثانية. مثلا أنا يعني مبرمج إنه ياخذ نص في الجهة اللي اليمين، لأني أنا أكثر الشغل حيكون يعني على اليسار مثلا. فلو أفك زيادة كمان حتنزل تحت كمان، تنزل بالتساوي لأنه يعني ما تفك كثير جدا، يعني ما حد حيستخدم 4 ولا 5 نوافذ حق التيرمينال. ولكن بعض الأحيان تقدر تفك يعني برنامج يعني مثلا حق كود هنا وتسوي له مثلا رن هنا في الجهة دي، وبعدين هنا مثلا تشوف شيء ثاني مثلا يعني إيش اللي بصير يعني في الكمبيوتر. يعني مثلا تقدر تفك اتش توب هنا اللي هو يوريك يعني استهلاك الكمبيوتر وإيش الشيء اللي بصير. هنا مثلا تسوي رن للكمبيوتر وهنا مفتوح يكون الكود حقك مثلا. فهذا شيء جدا جميل يعني شخص يعني يبرمج كثير وعنده شاشات كثير. إذا كانت عندك شاشة ثانية هذا الشيء كمان يعني حيكون أحسن، لأنه حتقدر يعني تفك الشيء هنا وشيء هنا. لو تجربه حيكون جدا جميل. وأنا برمجت هذا الشيء بنفسي، فخليني أوريكم يعني مثلا الكود حقي أو الكونفيج فايل حقي اللي يعني البرنامج هذا الكيوتايل كيف يعني يسوي ذي الأشياء كلها. انا مبرمجه، فخلوني اوريكم البرمجه. فزي ما شايفين هذا هو الكود اللي انا مسويه، خليني اكبر لكم. هو زي ما شايفين هذا هو كيوتايل مدير النوافذ. فزي ما شايفين هذا الكود بالكامل اللي انا مثلا مسويه. زي ما شايفين هنا معطي اسامي للبرامج اللي استخدمها، مثلا فايرفوكس معطي له كنترول بي او يعني سوبر كي اللي هو زر الويندوز والالت والبي ويفك معايا. فزي ما شايفين دحين هيفك. هذا هو يعني مثلا فايرفوكس بضغطة زر انفك معايا. ولو بفك مثلا يعني مثلا التيرمينال اللي هي ويندوز كي وكس هتفك معايا. وهذه الاختصارات انا حاطها هنا زي ما شايفين هيفك. لو اضغط المود زي ما شايفين والاكس اللي هو المود اللي هو ويندوز كي مرة ثانية، والاكس اللي هو زر الاكس، وحيفك لي التيرمينال. فزي ما شايفين يفك لي التيرمينال. وكمان لو مثلا يعني بسوي اعدادات، يعني مثلا بفك برنامج، خلي اقول برنامج الصوت، يعني مثلا بافو كنترول اللي هو سوبر او يعني ويندوز كي والت وبي انا حاطه ينفك معايا. فزي ما انتم شايفين يعني شيء جدا سهل لما انت تبرمج مثلا، او لا تبرمج وانت بنفسك، خذه مثلا من شخص ثاني مني او من احد ثاني. انا هذا اخذته من ديستروتيوب، بس عدلت عليه بشكل جدا كبير، اضفت عليه يعني برامجي، اضفت عليه كيف يعني مثلا البانل هنا هذه كيف بتترتب بالطريقه دي، وش الاشياء اللي موجوده فيها. يعني زي ما شايفين هنا لو تقدر تشوف، ما توقع انه باين، ولكن لو يعني تقدر تشوف هنا الجي بي يو حقي او كرت الشاشه قديش درجه حرارته وقديش درجه حراره الكمبيوتر او المعالج، وهنا المعالج كم سرعته الان، يعني واصله 3.3 جيجا هرتز. وهنا قديش مستخدم المعالج، 31% مستخدم زي ما شايفين. والرام هنا مستخدم من ال 12 جيجا مستخدم كم، يعني 1.2 جيجا، 1.5 تقريبا جيجا. فالشيء الحلو في مدير النوافذ انه جدا خفيف، اخاف من اسطح المكتب. هذا بس يدير النوافذ، ما يسوي شيء ثاني بالمرة ما يسوي اي شيء ثاني. كل شيء ثاني انت تسوي وتبرمجه بنفسك. يعني مثلا ايش البرامج اللي تنفك، يعني انا هنا مسوي كليب بورد مانجر، يعني الاشياء اللي اسوي لها نسخ تنحفظ في هذا البرنامج. وهذا برنامج اللي هو فليم شوت حق لو باخذ صورة لسطح المكتب. فزي ما انت شايفين يعني هذه الاشياء كلها انت بنفسك تسويها،
وهذا يعني OBS انا بصور. ولو ببحث عن يعني برنامج يعني ماني حاطط له اختصار لانه في برامج كثيره ما استخدمها يوميا ولكن باحيان من فتره لفتره استخدمها. ففي برنامج اسمه روفي هو يعني يقوم بمقام يعني مثلا المنيو حق السطح المكتب. يعني مثلا لو اضغط شيفت زي ما شايفين مود شيفت وريتيرن يفك لي روفي. وزي ما شايفين هذه البرامج اللي انا يعني محمله على عند على كمبيوتري. فيعني انا استخدم فايرفوكس اكثر شيء ولكن بريف موجود لو احتجته مثلا. فاضغط يعني هنا ويفك لي بريف زي ما انتم شايفين. حيفك يعني شويه يعني كمبيوتر شويه بطيء فحيفك بعد شويه. وزي ما انتم شايفين يعني بريف انفك معانا. ولو يعني خليني اقفل البرنامج حق الصوتيات عندي. فزي ما انتم شايفين بريف انفك يعني معايا. وهذا الشيء الحلو في يعني مثلا المدير النوافذ. يعني عندك لو تعدها يعني عندي 9 يعني ورك سبيسز اقدر احول منها. يعني مثلا عندي هنا ورك سبيس مثلا حق فايرفوكس او المتصفح. هنا اي شيء احط هنا مثلا تيرمينال. هنا الكود حقي افكه. هنا البرنامج حق مستكشف الملفات عندي افكه. عندك 9 اشياء تقدر تسويها مثلا. تقدر في التسع اشياء ديك يكون فيها اكثر من برنامج مفكوك. فهذا الشيء الحلو في مدير النوافذ يعني يسهل لك اشياء جدا كثيره. بس العيب الوحيد انه ممكن فيه له انه يعني لما تجي بتستخدمه لازم شويه تبرمجه. يعني مثلا انت ممكن ما يعجبك مثلا التيرمينال ينفك بالويندوز كي والاكس. ممكن يعجبك ينفك بالسوبر كي والانتر. فهذا الشيء اللي لازم تغيره ولكن جدا سهل. يعني تقدر تغير مثلا الاكس. يعني خلينا لو نجي هنا نجي نغير الاكس. يعني نطلع فوق نضغط بدل الاكس نحط مثلا كيو. لا انا نحط كيو عشان انا حاط كيو تحت. فخلينا نقول نحط يو مثلا وتسوي سيف زي ما شايفين. وسوي ريفرش للمدير النوافذ اللي هو كيو تايل. سوي له ريفرش. صار له ريفرش. اضغط سوبر او ويندوز كي ويو يفك لي التيرمينال ببساطه. تقدر يعني تغير البرنامج اللي يعني مثلا انت تفكه بهذه البساطه يعني. وانا يعني وماي تيرم اللي هو مثلا فاريبل او متغير موجود هنا زي ما شايفين. ماي تيرم اسم البرنامج الاكريتي. فلو مثلا افك لك مو عن طريق روفي الاكريتي هذا هو نفس الشيء ينفك معانا التيرمينال. فشيء جدا سهل استخدام المدير النوافذ اذا يعني عرفت له. فاذا تبغوا فيديو يعني مخصص لمدير النوافذ وكيف تسويها اكتبوا لي هي في الكومنت. ولكن هذه كانت اسطح المكتب على لينكس. فاذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. ايش احلى اسطح المكتب اللي شفتها اليوم اذا كانت مثلا جنوم ولا كي دي اي ولا سينمن ولا اكس اف سي اي. وهل تحس انه يعني مثلا المدير النوافذ يعني شيء ممكن انت يعني يوم من الايام تستخدمه؟ فاكتبوا لي هذه الاشياء في الكومنت. واذا تبي تدعم القناه تقدر تروح على صفحتي على باتريون تقدر تدعمني هناك. كان معكم اخوكم محمد كريم والسلام عليكم.